ضد المرأة ظاهرة خطيرة برشا، وهو العنف موش قاعد يوصل ضد المرأة فقط، يعني هو العنف ولا متفشي، وفما معناه بلوزيوغ فاكتور، يعني فما عوامل كثيرة اللي تساهم في انه العنف يتضاعف، ومعناتها مش ما ان كونسيرن با اونيكمون لا فام، ولكن المرأة الموضوع نتاع المرأة يبقى ديما مطروح، لانها دو تو طون المرأة كانت معناتها مشيئة، كانت يتسلط عليها عنف مادي معنوي، ورغم انه معناها تم سن كم هائل من القوانين اللي تحميها وتحمي كرامتها وتضمن لها حقوقها، إلا أنه ظاهرة العنف مازالت متفشية. هذا اللي خلاني نطرح التساؤل، علاش؟ يعني هل أنه المشكل في القانون وإلا المشكل في العقلية؟ التتافيريكا طنك القانون ما نجمش يردع، وطنك ظاهرة العنف ضد المرأة قاعدة تزيد تتفشى وتضاعفت، يعني خاصة في فترة الحجر الصحي، خليني أنا نطرح التساؤل، قلت هل أنه مشكل في القوانين أو مشكل في العقلية؟ بعد دراسات ومن بعد اطلاعات ومن خلال اللي شفته أنا في مهنتي وفي محيطي، معناتها من صديقاتي من جاراتي من زميلاتي، اكتشفت وأنه المشكل حقيقة في العقلية، وهذا اللي خليني نكتب كتاب الأوغاد، اللي هو معناها كتاب يحاول كيفاش يدرس العقلية المجتمعية ويجد حلول معناتها لظاهرة العنف ضد المرأة، وتطرقت إلى الظاهرة هذه خاصة في فترة الحجر الصحي اللي كان فيها تعايش مستمر واحتكاك كبير بين الرجل والمرأة، يعني اضطروا أنهم يتعايشوا مع بعضهم ويتلازموا بصفة مستمرة بسبب الجائحة. المرأة هي ضحية تربية المرأة نفسها، يعني الأم التي تنجب الرجل تربيه وتحتضنه وتثقفه وترعاه، تربيه ليعنف امرأة أخرى، يبدأ بتعنيف أخته، يعني يستبد بأخته، وحين يكبر يستبد بأمه أيضا، وبالتالي هذه النظرة الدونية تجاه المرأة والنظرة التي فيها احتقار وتشيء في بعض الأحيان مردها التربية، يعني مردها تربية الأم ذاتها. المرأة التي تعنف ليست فقط المرأة التي لا تعمل، يعني المرأة التي تربي الأطفال وتلازم منزلها، العنف يتسلط على سيدات مجتمع أيضا، يعني ولكن هذا الأمر مسكوت عنه، لأن المرأة التي تكون سيدة مجتمع وسيدة قرار لا يمكنها أن تبوح بذلك، لأن ذلك سيجعلها في موقف ضعف، ويعني سيؤثر على مسيرتها المهنية وإلى آخره، خاصة وأن المرأة لم تربى في مجتمعاتنا على أن تقول لا للعنف بكل شجاعة، لا للاحتقار، لا للاستغلال، لم تربى على هذا. المرأة في مجتمعاتنا العربية، وهو أكبر خطأ، تربى على أن تتعايش مع العنف كأنما يعني تستأنس إليه، يعني يصبح كأنه خبز يومي. ظاهرة العنف عموما، يعني العنف الاجتماعي اللي هو يمكن معالجته من عدة زوايا، يعني من زوايا اجتماعية، من زوايا اقتصادية، من زوايا سياسية. نحن باش ناخذوه من جانب قانوني علمي، بمعنى أن المركز اهتم بمسألة دراسة الظاهرة هذه بطرق مختلفة، أولا بطريقة الدراسات، وعندنا دراسات انطلقت في هذا من طرف خلية علوم الإجراء في معالجة مسألة أو علاقة تنامي الجريمة في علاقة بالصعوبات الاقتصادية.